الحسن احسانك من المهل يا الحسن يا الحسن يا ابن النبي والكرام وياك بحرا وليل يا الحسن يا الحسن كل وصف من والدك شفناه بيك وجل يا الحسن يا الحسن هو علي وفاطمه ساده وسياد الامم على عرف عنه انه ملقب بالمجتمع ثانيا سيد شباب اهل الجنه ثالثا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام الحسن هو ابن الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ولد في 15 من رمضان وهو اليوم يوم ولادته ونبارك للامه الاسلاميه وللعلماء اجمعين هذا الميلاد اول ثاني الائمه من بعد الامام علي كريم اهل البيت روحين صرت بجسي يا الحسن واسمك الرابع اسم على لوح خط القلم يا الحسن لأن كثير السخاء وكثير العطاء وكان يطعم المساكين ولا يقول أنا الإمام الحسن ابن الإمام علي فيطعم لوجه الله سبحانه وتعالى من كرمه لأنه الله سبحانه عز وجل أنعم عليهم النعمة الفضيلة اللي عمت كل الناس أطلق على أهمة أهل البيت صفات تميزهم ولا أنهم أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم بس هذه صفات ولا هم كلهم كرماء وكلهم أفاضل وكلهم سادات وكلهم أجلاء وكلهم هذا بالتأكيد الكل يعرفه لأنه كان أكرم الناس وأكرم القوم اللي كانوا بذاك الوقت ايه وهي معروفه عنا يعني بالتاريخ كله يا الحسن يا الحسن والخالق اغناك في حسن سجاياك والخالق اغناك في حسن سجاياك بك الامن لك الحسن وها نحن نواليك بك الامن لك الحسن وها نحن نواليك اهني العالم الاسلامي والامه الاسلاميه بهذا المولود العظيم واتمنى للامه الاسلاميه كل نجاح وتوفيق اهني صاحب العصر والزمان واهني المراجع الاعظام وعلى راسهم السيد صادق الحسين الشيرازي بهذه المناسبه الكريمه نتمنى الامن والامان مدينتنا كربلاء والعراق عامه بهذه المناسبه الكريمه العزيزه نقدم تهنئه للعالم الاسلامي والامام الحجه سلام الله عليه وعجل الله فرجه الكريم قدم تهنئة بمناسبة ولادة الإمام الحسن المراجع الدين الأفاضل والأمة الإسلامية عامة وشيعة أهل البيت خاصة والله أبارك للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف في هذه المناسبة مناسبة جدي الإمام الحسن عليه السلام وأبعث أسمى التبريكات إلى جميع مسلمي العالم على الخصوص مسلمي وشيعة أمير المؤمنين نهني العالم الإسلامي والأمة الإسلامية ومراجعنا الأعظم بهذه المناسبة مناسبة ولادة الإمام الحسن وعم الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله وهني الإمام المنتظر أرواحنا المقدمة الفداء بمناسبة ولادته الكريمة نهني العالم الإسلامي والمراجع العظام بذكرى ولادة الإمام المجتبى الحسن وهذا اليوم هو فرحة للمسلمين جميعا وللأمة الإسلامية من الإله على النبي فأورقت منه الإمامة يا لربي من منني وهمي على الزهراء في رمضانها وهمي على الزهراء في رمضانها غيث السماء مبشرا ولد الحسن اش كثر بيك الرسول القلب منا اش كثر بيك الرسول القلب من يشق نور الإمامة ويشيع منا اجيت بنص شهر رمضان منا وكرامة للنبي وبنت الزكية صلوات إن التضحية الحسنة
الحسن احسانك من المهل يا ابن النبي والكرام وياك بحرا وليل يا الحسن يا الحسن كل وصف من والدك شفناه بيك وجه يا الحسن